وكذلك قصة الرجل الخراساني الذي أرسله المجتمع في خراسان إلى الإمام الصادق سلام الله عليه لكي يدعونه إليهم، فإن له في خراسان 100,000 سيف. فبينما هو جالس عنده إذ أقبل أحد أصحابه المخلصين فأمر الإمام الصادق عليه السلام أن يسجر التنور، فلما ارتفعت ناره قال الإمام لهذا الثاني اذهب فاجلس في التنور، فوضع نعله على الأرض وجلس في التنور. ماذا هو؟ وأقبل الإمام الصادق عليه السلام على الخراساني كأنما ماكو شيء، يسأله عن تفاصيل المجتمع هناك وأحوال الناس هناك في خراسان إلى برهة من الزمن. ثم أمر الخراساني أن يذهب فينظر في التنور، فذهب فنظر فإذا بذاك الرجل جالس فيه وهو يبتسم. فهذه هي نماذج رجالنا المخلصين رضوان الله عليهم أجمعين.